للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد ابو شامه. استاذ محمد، في البدايه انا برحب بحضرتك على شاشه اكسترا نيوز. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ زينب. طيب، بدايه في الحقيقه قمه تاتي في توقيت في غايه الاهميه متعلق بالقضيه الفلسطينيه، الكثير من التطورات، الكثير من المستجدات، يمكن العالمين الجديده استضافت منذ فتره ليست بالبعيده ايضا اجتماعات لها علاقه بالازمه الفلسطينيه بشكل عام. اهميه هذه القمه ودلالات انعقادها في هذا التوقيت استاذ محمد. الحقيقه ان اللقاء الزعماء ثلاثه دول عربيه، ثلاثه دول مهمه في المنطقه، حدث استثنائي يتوقف امامه وسائل الاعلام الاقليميه والعالميه، خاصه عندما يكون الحدث في ضيافه مصر. وفي هذا التوقيت ان يجتمع ملك الاردن ورئيس الفلسطيني مع الرئيس المصري في العلمين له دلالات بالغه، وينعكس تنعكس هذه الدلالات من التوقيت. خلينا نتكلم على اهميه التوقيت لان هو الفارق في الامر. التوقيت مهم لثلاثه اسباب في وجهه نظري. السبب الاول انه ياتي استباقا لتصعيد اسرائيل المتوقع خلال الايام والاسابيع القادمه، نظرا لما تعانيه الحكومه الاسرائيليه الحاليه، وهي كما توصف في كل وسائل الاعلام المحليه العربيه والدوليه بانها اكثر الحكومات الاسرائيليه تطرفا. صحيح. بسبب ضغوط كثيره تتعرض لها هذه الحكومه، فمتوقع ان تاتي بالتصرفات والتصعيدات اكثر مما حدث منذ مطلع هذا العام، ونحن نعلم انه خلال 8 أشهر مرت علينا هذا العام سقط قرابه 300 فلسطيني في عمليات مختلفه لجيش الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين خلال هذه الشهور الماضيه. ده السبب الأول في عبقرية التوقيت أو أهمية التوقيت لهذه القمة الاستثنائية في العالمين. السبب الثاني أنها تبعث برسالة عاجلة بضرورة لم الشمل الفلسطيني والعربي والاصطفاف خلف القضية الفلسطينية. وكان جزء مهم يعني يأتي استكماله لما استضافته العالمين قبل أيام، وهي قمة لقاء الفصائل الفلسطينية أمناء الفصائل الفلسطينية. وكان لقاء مهما احتضنته القاهرة ووفرت له المناخ المناسب كي يكتمل وكي يلتقي الفرقاء الفلسطينيين، بما يعكس رسالة مهمة لأن هناك خطوات يتخذها الشعب الفلسطيني من خلال فصائله للاصطفاف من أجل توفير مناخ أفضل لاستئناف عملية السلام ولدعم القضية الفلسطينية. ثم نأتي للسبب الثالث، وأعتقد أنه القمة كانت تستهدف تنسيق وتكامل الجهود الثلاثية للدول الثلاثة على المسار الدولي لإعادة إحياء عملية السلام، والتي وخاصة في مشاركات دولية قادمة يشارك فيها الزعماء الثلاثة، والتي سيكون أبرزها مشاركتهم في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. وهو مجال يتسع لإعادة طرح ولإعادة إحياء عملية السلام ولإعادة تسويق القضية الفلسطينية دوليا وتنشيط الكلام عنها وتنشيط تذكير الشعوب العالم بحقوق الشعب الفلسطيني وبأهمية هذه الحقوق. طيب أستاذ محمد، في هذه النقطة تحديدا، يعني في تعامل مصر مع القضية الفلسطينية، يعني مصر لديها محددات ولكن في تعاملها مع الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية بشكل عام ليها خصوصية تاريخية دعنا نقول لدى مصر. مصر في الحقيقة استضافت الكثير من الاجتماعات، لعل آخرها يمكن اجتماع الفصائل اللي حضرتك تفضلت بيه، والهدف هو إعادة إحياء هذه القضية، أن يكون في خلينا نقول توافق عربي على حل هذه القضية حتى داخليا في فلسطين، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. إلى أي مدى ترى أن كل التحركات من قبل الدولة المصرية تصب في هذا الصالح، وكيف من الممكن أن نصل إلى نقطة توافق دعنا نقول أستاذ محمد، أو نقطة التقاء في هذه القضية المحورية اللي بتشغل بال الدول العربية بشكل عام؟ لا، أنا كمان هأزيد على حضرتك، في الدول المصري خلال الشهور الأخيرة كلها كانت مصر هي الملجأ الوحيد للشعب الفلسطيني مع كل اعتداء يحدث من الإسرائيليين. كانت مصر هي الطرف القادر على إيجاد مساحة للهدنة وإيجاد مساحة من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية. ما
مصر كانت في كل العمليات السابقة هي تتحارب تبذل دور محوري لإنهاء هذه العمليات بأسرع وقت حرصا على الشعب الفلسطيني. الحقيقة الدور المصري دور ممتد وأصيل. مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية مصرية، قضية محورية للأمن القومي المصري، طوال الوقت تبذل قصارى جهدها على ألا تموت القضية أو تصفى. لدينا حكومة إسرائيلية حالية تسعى بكل الجهد أنها تطوي ملفات السلام وملف أوسلو وتدهس كل ما تم من خلال عبر السنوات الماضية في عملية السلام وتحرق أواخ القضية بالكامل. مصر بكل ما تبذله من الجهود خلال الفترة الأخيرة تملك الوعي وتملك الحكمة وتملك التفاهم الحقيقي لطبيعة دورها ولطبيعة أدوار الآخرين التي تسعى إلى تحفيزهم للاصطفاف خلف القضية. لا مجال ولا وقت للتفاوق والتشاظم والتعامل المنفرد مع القضية الفلسطينية. القضية في هذه اللحظة تحتاج إلى كل الجهود، كل الجهود صحيح. العربية وكل الجهود الفلسطينية. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو شامة، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.